عندما نرى هذه الطفلة تبكي، ماذا تتوقعون السبب؟ هل تتوقعون أنها تبكي على لعبة؟ أو تريد أن تلعب؟ أو أي شيء يبكي عليه الأطفال؟ المفاجئ أن هذه الطفلة تبكي لأن والدها طلق أمها، فشعرت بأنها بحاجة إلى أبيها وأمها، فأرسلت هذا المقطع إلى والدها. يا الله، قد يرتكب الأم والأب بعض الأخطاء، ولكن للأسف الأطفال هم من يدفعون الثمن. أنا قمت بمشاركة هذه القصة القصيرة معكم فقط للفائدة، لكي ننتبه إلى أطفالنا وأن نتذكرهم دائما قبل أن نتخذ أي قرار. أرجو منك عزيزي المشاهد مشاركة هذا الفيديو مع الجميع ليصل إلى كل أم وأب. يا كلب روحي، يا كثر نوحي، يا كبر جروحي، فراق الأب يوجع كل